بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ حصتنا اليوم لمادة اللغة العربية مع جميلتنا زينب، والآن نراجع الحروف الهجائية ولكن بحركة الكسر. بحركة الكسر. هيا يا زينب نقرأ. إي في ذي ري زي سي شي صي ضي طي ظي عي غي في قي كي لي مي ني هي وي يي. مع حركة الفتحة والكسر. را بي ها را بي ها لا عي با لا عي با تا عي با تا عي با نا عي ما نا عي ما سم سمع أتي سم سا عي دا شاطرة حسبة شاطرة لا بي سم حسقة ساخرة ضحكة سائقة نادمة هادرة رحمة خجلة ناضجة مضيجة ناضجة. والآن مع حبيبتنا زينب وقراءة الكلمات ثم تعليقها على السبورة. الكلمة التي تستطيعين قراءتها هي من سنعلقها على السبورة، تمام؟ إن شاء الله. هيا نقرأ. أمارة شطرة ممتازة. أمارة هيا علقي على السبورة. أحسنتي. ثوبة ثوبة ثوب شطرة ممتازة. كسر كسر قصر كسر. تفضلي. أحسنتي. وهذه الكلمة أرض شاطرة يا زينة. هذه الكلمة نحب شطورة. هذه الكلمة صفقة شاطرة صفقة. خرج جا ها خرج شاطرة. ذهب شاطرة. أحسنت وبارك الله فيك. الآن هذا هو محل الكلمات لزينب، محل الكلمات التي تستطيع قراءتها، وجميلتنا زينب تستطيع قراءة جميع الكلمات مع الكلمات التي تحتوي على مد بالألف. ونركب الكلمات التي تحتوي على مد بالإيه يا زينب؟ ألف. مد الألف. هذا مقطع شنو؟ سا. سا. هذا مقطع إيه يا زينب؟ سا. طيب نركبها مع هذه. سا. سا. لم. لم. سا. سالم. ها ما هذه الكلمة؟ سالم. سالم. هذه يا زينب؟ سا. بيحو. سابحوا. أحسنتي. سابحوا روعة يا زينب. ها س ري سارحوا. سارحوا سارحوا شاطرة. هذه يا زينب س جي دو ساجدوا. هذه الكلمة ساجدوا. هيا نقرأ هذا المقطع. ص ص ص هذا المقطع. ص ص ب ر س ب ر س د د ق ق ص صادق صادق. أحسنتي. هذه ص ر م ص صارخ صارخ
شاطرة صارخ وممتازة يا زينب، أحسنتي وبارك الله فيكي.